حفرة 5 متر. أكثر من 400 هو المفروض أصلا 80 سنتي في الرخصة بتاعته إن هو ما يحفرش أكثر من 2.5 متر. ماشي ويعمل خوازيق يأمن بيها البيت بتاعنا وهنا هنا هنا الأربع اتجاهات. هو ما عملش الكلام ده. هو حفر أكتر من 4 متر وما عملش خوازيق وبهدل الدنيا. منزل جارنا منزل عمرو محمد أحمد. الراجل كان مبنى أول دور بالمسلح والعمدان، فجاب ناس كسروه وقعوه وزلوه الأرض من شهرين. بعد كده يوم الجمعة من 13 يوم جاب حفار بالليل بعد صلاة العشاء. حفر المباني، حفر الارض كلها ووجع المباني ووجع العمدان وقال السقوط. وجع المنزل بتاعنا 5 ادوار على الحفر اللي عامله بعمق بتاع 3.5 متر او 4 متر. البيت بتاعنا 5 اسر ساكنين فيه، احنا ما كناش موجودين في البيت، كنا معزومين في فطار بره. بعد ما جيت انا بتاع الساعة 1 الناس كلها بتوع الشارع عمل هزه، الحفار اثر على المباني كلها، فقالوا لي البيت وجع. قلت وجع وجع. لما وصلت لحد البيت لقيت الواد البيت وجع اثناء ما انا وجع. كان الساعة 1:30 البيت اتهز لينا كله. لما وجع البيت ده اتهز كله بيتنا، وخدنا بعضنا كلنا بالنسوان ولدت كله المشاكل ومع الاثنين قتلى ابوهم اللي كان ميت واخدهم عندي بيتي. كلنا طلعنا في الشوارع قعدنا كده قعدنا اسبوع وخوفنا البيت يقع علينا. وبعد كده جينا ما لاقينش مطرح نقعد فيه، ما عندناش غيره، واحنا الناس على قد حالنا وشايله 2 بامه. وقعها الفحار وقعها علينا واحنا قاعدين، وطلعنا نجري في الليل من ساعتها ما دخلتهاش تاني. دايره بالمتعوق دي في الشوارع، قاعده في الشارع اقول للفجر يدن وانا قدام الجامع يا حج والله. وانا قدام الجامع والله وانا قدام الجامع ما ادري سكتني لي وانا قاعد البيت ده وقع من يوم الجمعة بالليل من الساعة 2 بالليل لغاية دلوقتي أكتر من 10 أيام البيت واقع. مفيش حد من المسؤولين سأل فينا، هما جم بس يوم السبت في الصبح عينوا وشافوا الكلام ده. الألقاط دي كلها ما اتشالتش، حاجتنا ما طلعتش بره بره ولا تحت ولا طلعوا أي حاجة، كل حاجتنا تحت. كل اللي عملته المحافظة إن هي وفرت لنا شقق في مكان اسمه عرب الكلابات، مكان بعيد ومقطوع ما فيهوش أي حد ولا في وسيلة مواصلات. كمان الشقق دي إيجار واحنا هندفع الايجار ده كل شهر، وكمان محددينها لمده 6 شهور يعني مش تمليك، دي ايجار. ومش مشكله تمليك ولا ايجار، كمان في مكان بعيد اساسا مقطوع مفيش فيه اي وسيله مواصلات. ايجار ايجار ولمده 6 شهور علشان احنا ملاك. طب احنا ملاك المفروض ان احنا عايزين نبني، طيب بيتنا اللي وقع دوت، طب مش الحاجات دي تتشال عشان نعرف نبني؟ جم علشان يشيلوا الحاجه، لا احنا مش هينفع نشيل الحاجه دي علشان خاطر العماره دي اللي هتقع برده الثانيه. طب وبعدين مين اللي هيشيل الحاجه دي اساسا؟ مين اللي هيشيل؟ وازاي احنا نقعد في مكان زي عرب الكلابات، مكان مقطوع اساسا وفيه مسجلين خطر وفيه قطاع طرق ومفيش اي وسيله مواصلات، واحنا موظفين بنشتغل هنا في المدينه ومعانا اطفال صغيرين، واحنا هنا مدارسنا وشغلنا، نروح ازاي في مكان زي دوت؟ تقريبا ممكن ناخد ساعه لغايه لما نوصل او ساعه ونص، لان انا ما شفتش وسيله مواصلات. ويوم ما رحنا نستلم على حسابنا، يعني احنا رايحين بوسيله مواصلات مفيش حد اساسا سال فينا. حاولنا ندخل للمحافظ قال لنا لا احنا وفرنا الشقق. طب فين وسائل المعيشه اللي احنا هنعيش بيها؟ يعني ثلاجاتنا وغسالتنا وحاجتنا تحت، واحنا 5 بنات بابا وماما باطفالنا، هنروح فين؟ حتى الهدوم بتاعتنا تحت وفي ميه في البيت من تحت، يعني الحاجه كلها باظت ومفيش حد سال فينا لغايه دلوقتي. بيعيدوا طب دلوقتي داخلين في 15 يوم، طب وبعدين ايه الحل؟ احنا قاعدين في الشارع على فكره، انا قاعده في الشارع وبابا قاعد في الشارع اهو، واخواتي قاعدين في الشارع. طب ودي بنات يرضى ان هم يقعدوا في الشارع؟ في ستات تقعد في الشارع برضو؟